حابة ان اشارك معاكم في الموضوع ده صراحة. تفضلي تفضلي تفضلي. ايه انا حابة اقول لكم باش العلاقات تكون صحيحة ولا تكون مش صحيحة. اوكي. الواحد يعرف حدوده في العلاقات وهذاك هو الصح. صحيح. يعني نقدر نقول لكم شحال بيت خربت مول هذه العلاقات، شحال بيت بالك سجنت من هذه العلاقات، شحال حاجة جات مليحة من هذه العلاقات، شحال حاجة جات مش مليحة. يعني كل شيء تحط على الإنسان كيف يتعامل مع هذا التواصل. هذا موقع التواصل الاجتماعي، طبعا هذا قلناها ثاني يوم أمس أنه راجع للإنسان كيفاش يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي. بارك الله فيك. راجع إذا تخدم فيهم في الخير يبقى دائما معك خير، وتبقى دائما متمسكة ودائما للأمام. اكزاكتومون، راجع الإنسان كيفاش يستخدم، وكل واحد عقله واش يقول له دير بهم. بارك الله فيك. داك واحد يحب يخدم به، واحد يحب يبيع به، واحد يحب يشوف فيديو به، واحد يحب يشوف تصاور به، يعني كل واحد كيفاش. أنا فيما يخص علاقة الزواج في مواقع التواصل الاجتماعي ما نقدرش نقول كل صحيحة يعني 100%. قد تكون علاقة كاين فاشلة. كاين علاقات ناجحة وكاين فاشلة. بارك الله فيك. وإنما الواحد ما يقررش قرار مصيري كيما هذا، حتى يعرف الإنسان هذاك، يعرف عليه بزاف حوايج.